السلام عليكم يا أحلى عائلة في اليوتيوب. رجعت لكم بفيديو، يعني بدي أخبركم إنه الهامستر هذه سنفورة يلي كنا إحنا معتقدين إنه هي أنثى، وبعدين اكتشفنا إنه هي ذكر. يعني للأسف كانت عم تلعب عادي، أو كان عم يلعب عادي وبياكل، يعني ما عنده علامات المرض أو أي شيء، بس يعني في لحظة عم يعني بالليل عم لقيه ميت. ما عرفت شو السبب، لأنه الجو كان معتدل، يعني ما نو حار أو ما نو برد، وكمان يعني هو ما كان مريض. ف يعني هذا الهامستر حيرة بالنسبة لي. الفيديو هذا صار له شهرين، بس أنا يعني تأخرت في إني أنزله وأخبركم إنه الهامستر هذا مات. ما بعرف شو السبب صراحة، يعني أول مرة يموت لي الهامستر وما بعرف شو السبب. فمثل ما أنتم شايفين يعني كأنه نايم، بس صراحة يعني دقات قلبه متوقفة، يعني ما بيتنفس ولا شيء. حاولت إني أعمل له الإنعاش يعني على مستوى القلب، بس ما في أي نتيجة. فتركته يعني الليل كله في البيت، قلت ربما يكون في سبات، ورغم انه ما كانش يعني الجو برد عشان يدخل في السبات. يعني عملت كل الاحتمالات، بس في الصبح عم لقيه انه متجمد، ويعني علامة على انه ميت. وبس هيك حبيت اخبركم انه الهامستر سنفورة فقدناه، وإن شاء الله أشتريها مستر أنثى، لأنه بدي يدخل فصل الشتاء وبعدين أبدأ في الإنتاج. ما بدي أبدأ الإنتاج في فصل الصيف لأنه بيكون الجو حار. حاليا عندي الهامستر شمشون هو اللي فاضل، والهامستر سنفور وبس. يعني هذول هم الهامسترات اللي فاضلين وبس. يعني هذا كان فيديو قصير، وحبيت أخبركم يعني هذول المعلومات وبس. وأسفل لأني بتأخر عليكم، لأنه ما عندي شيء أصور لكم، يعني ما عندي جديد حاليا، بس بستنى أنه يدخل فصل الشتاء مشان نبدأ في الإنتاج بتاع الهامسترات. فأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.